عسلامتكم، مرحبا بكم من الكل. هذه سهريتنا على الوطنيه الثانيه، نحبوها هكا منوره فيها برشا الوان، ان شاء الله ديما زاهين يا ربي، صحه دايمه للناس الكل اللي قاعدين يتفرجوا فينا تويكا على الوطنيه الثانيه. الحقيقه حصتنا اليوم ما تستحقش برشا تقديم، على خاطر نحكيو الكلمه نقولوها ياسر بنت بعضنا، ولينا مالوغوزمون نحكيو فيها برشا، اللي هي لا ديبرسيون، الاكتئاب، حالة الاكتئاب. اليوم ما نحكيوش عليها في تونس برك، نحكيو عليها في العالم أجمع. نسب قاعدة ماشية وتتطور، ماشية وتتقدم. يقول قايل علاش، شنو اللي فما باش تولي في تونس أو في غير تونس نحكيو على نسب مرتفعة في حالات الاكتئاب. ثم شو ما علاماتها، خاطر احنا ساعات نخلطوا شوية الأمور، معناها تلقاه العبد يتعدى بفترة متاع إرهاق وتلقاه تعب برشا ومتشنج، يقولك أنا جو ديبخيم. ساعات تلقانا نمشيو الفارماسي ناخذوا وحدنا حاجات تقول لك باش نهدي بها اعصابي، معناتها يمشيو ياخذوها وحدهم. هذوما عادات غلطه او صحيحه؟ بيان سور بعد شويه ناكدوها مع الدكتور اللي باش يكون حاضر معنا اليوم، دكتور وحيد المالكي، استاذ في الطب النفسي ورئيس قسم بمستشفى الرازي. ساعه رحبوا بك دكتور، مرحبا بك. مرحبا. كيف برشا توانسه الحقيقه عندنا برشا نقاط استفهام على الحاله هذه بالذات، على خاطر ساعات ولينا نسمعوها يقول لك عند الصغير تعيط المعلمه لامه تقول لها ثبت على ولدك يظهر لي ايل ديبريم، عند الكبير، عند اللي شايل المسؤوليه، عند اللي ما عنده حتى شيء ساعات تلقاه معناتها تقول منين جاته معناها الحكايه. دونك هو كمرض عليه برشا نقاط استفهام، ان شاء الله نوضحوها معك انت اليوم. استاذنا الدكتور وحيد المالكي، استاذ في الامراض النفسيه ورئيس قسم بمستشفى الرابطه، مره اخرى نقول لك مرحبا ونورتنا. باش نبدا طول في الموضوع بيان سور دكتور، علاش 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 اليوم نحكيو برشا على الدبريسيون، على الاكتئاب؟ قبل كل شيء مرحبا وبارك الله فيكم على الاستضافه هذه. نتحدثوا على المرض هذايا هام، لانه موجود بكثره، لانه مرض ينجم يكون خطير، ينجم يتسبب فيه حتى في احيانا في الوفاة بالانتحار. يلزم من اول ملول نتأهلنا نتفاهموا ونقولوا احنا نتحدث على مرض، مش حاله ومش حكايه وما هيش مش هو مرض، مش شكيع مش شكيع، هو مرض. دونك يلزمنا نتفقوا، واذا كان نحكيوا على مرض بالطبيعه عنده علاماته وعنده اسبابه وعنده طرق العلاج نتاعو. وجوستومون انا دكتور باش ندخلوا نحكيوا على الاسباب، اما قبل هذايا بربي معناتها جمله مهمه برشا حكايه الدلال والتشوكيع. معناها عاده وقت اللي المراه تكون في حاله ديبرسيون الراجل ما يفهمهاش، يقول لك تدلل تتشوكع بالعاني باش انا نكون بحذاها، بالعاني باش انا ندي المساعده. كي الوليد الصغير يكون اون ديبرسيون ساعات ما نصدقوهش، صحيح، ونقولوا له بالعاني هارب من دروسه. كي ساعات الراجل يبدا اون ديبرسيون كيف ساعات المراه معناتها يندرى حاله سوء الفهم هذه تتسبب زاده في انها حاله الاكتئاب تغمق وتتزاد عند المريض. مازلنا الحس التونسي مازال مش واعي شو معناتها ديبرسيون، مازلنا ما نفهموش مرضتنا، ما نفهموش حالتهم. صحيح، اذا كان ما نعطيش الاهميه اللازمه للمرض هذايا بالطبيعه ما نستعرفوش به، بالطبيعه ما نعالجوش، واذا كان ما عالجناش نجم يتعكر ونجم بالطبيعه العلاج تاعو يكون صعيب ويأثر راهو فيه مشكله. دونك لان ابار لو فات انه اذا كان واحد يكتئب وما يتعالجش ينجم يوصل للموت بالانتحار، يبطل خدمته قرايته، ما عادش ينجم يقرا، ما عادش ينجم معاملاته في المجتمع، ما عادش يرى الناس، ما عادش يعمل حتى شيء معناها. واذا كان ما نعالجوش بالطبيعه لا هذا يخلي الحالة نتاعو تزيد تتعكر ومشكلة كبيرة معنا. خليني نمشي على حكاية إذا كان ما نعالجوهش الحالة نتاعو تتعكر. لهنا فما دكتور في حالة الاكتئاب ديبرسيون فما زوز اثنين نمشيو فيها. يا إما أكل العادة القديمة اللي تقول لك كان خذيت دواء نتاع الأعصاب، احنا نسميوه دواء الأعصاب. ساعة ما نمشيو للطبيب هذاك اسمه طبيب الأعصاب، ما اسموش طبيب نفساني ساعة. وما نوصل نمشيو لطبيب الاعصاب الا ما فريمون معناها وصلنا لحاله ما فيهاش. ثم شو يقول لك العائله مثلا المقربين الاصحاب؟ رد بالك راهو كان وصلت تاخذ فك ادويه الاعصاب راك ما عادش تنحيه. هذه هزت برشا ناس في هاوي يا دكتور.
صحيح هذا كان ما نعتبروش اول حاجه ما نعتبروش انه الحاله هذه مرض. واذا كان عندنا افكار انا برشا افكار خاطئه كما قلت سيادتك اللي كونه هذا ينجم يعتبروه دلال يعتبروه معناها حاجه احنا متسببين فيها واللي كونه الادويه نتاع ضد الاكتئاب هي ادويه تنجم تاثر سلبا على الحاله على الحاله البدنيه نتاع الشخص أراكم مش صحيح فما برشا افكار خاطئه اللي نجم نصلحوهم اذا كان نحكيو شويه ماذا بيا دكتور خاصه في حكايه الدواء يندرى السيد اللي ياخذ الدواء ما عادش ينحيه لا مش صحيح مش صحيح معناها اول حاجه الادويه نتاع الاكتئاب ما نستنسوش بها كما يقول لك اذا كان خذيت الدواء هذاك ما عادش نجم تبطله مش صحيح الحاجه الثانيه ما عندهاش اعراض ثانويه ما بصفه عامه الاستعمال نتاعها سهل وما فيها ما يظهرش الانسان اللي بدا ياخذ فيها بالعكس هي ادويه ككل الادويه معناها دوك ترجعك عاد خلطوا شويه ثم خلط ما بين بعض الادويه اللي نستعملوها للامراض نفسيه اخرى كما امراض الذهان البسيكوز دو مانيير جينيرال صحيح فيها ادويه اللي تاثر نسبيا على الـ على الـ على الشخص لكن لي زانتي ديبريسور جو دي بيان هذوما الادويه بصفه عامه ما عندهمش تاثير سلبي على صحه الانسان مش صحيح معناها يبرى المريض ليبر المريض بيبو نحيهولو بالطبيعه كلمه يبرى المريض ديبريسيون عندنا فكره غلطه عليها اللي هي الاكتئاب نرجع معناتها نترجمها حاله الاكتئاب عندنا فكره عليها غلطه انه ما نبراوش منها لا. اذا كان اللي انستالي موجوده فما عادش نبراو منها هذا شنو معناتها التونسي شي يقول في معناتها نحكي لك معناتها في العائلات وفي الاصحاب وبينات بعضنا هذا شنو نقولوا دونك لهنا دكتور انت شنو تقول لهم تبرى هو مرض ويبرى صحيح هو مرض يبرى هو الحق هو مرض معناها يطول معناها مرض نجم نعتبروه مرض مزمن لكن يتعالج ليفولوسيون ناتوريل اذا كان مريض يعمل ديبريسيون بصفة عامة وإذا كان ما نعالجوهش بصفة عامة يبقى ديبريمي مريض مدة 6-8 أشهر في المعدل نجم يكون أقل نجم يكون أكثر وقتها العلاج الدواء ليش يصلح الدواء؟ باش نقصروا فك المدة هذيك نتاع المرض معناها وعلى والعلامات نتاع المرض بصفة عامة في 3-4 أسابيع إذا كان ياخذ الدواء نتاعو بانتظام يرجع إلى حالته الطبيعية معناها بصفة عامة فما وإذا كان ما ياخذش الدواء يقعد أشهر هو مريض دونك يكفي انه يستعمل الدواء لمده معينه يبرى ويرجع اذا كان الديبرسيون موجوده حاله الاكتئاب موجوده انت قلت 3 اشهر اذا يظهر لي لهنا تحكي على الديبرسيون الخفيفه معناها اذا كانها كمرض موجود سي الي انستالي قداش تقعد فتره العلاج؟ فتره العلاج على الاقل ما بين 8 شهور لعام اذا كان الي ديبريمي يعني عنده كل العلامات نتاع المرض مش انا رد فعل صغير نتاع خاطر صارت له مشكله مات له حد ما خسر في حاجه الى معناها سكر على روحه ديبرسيون رياكسيونيل كي بسيطه لا وانما اذا كان بالحق مريض معناها والعلامات الكل نتاع المرض الاكتئاب موجوده يلزم يعالج على طريقه معناها منتظمه لمده طويله تفوت معناها في المعدل ما بين 6 شهور لعام انت وتطور الحاله نتاعو وتطور الحاله نتاعو لهنا دكتور ميلا قبل ما ندخلوا في الاسباب نتاعها والعلامات ما نحبك تغزر الكاميرا نتاعك وتنصحهم مرضتك اللي يجيوك والا معناتها والا اي تونسي ما تعدى شخص حالته طبيب نتاعو قال له راك انت في حاله اكتئاب او يحس روحه في حاله اكتئاب هنا شو ننصحوهم نصائح عامة باش تكون حياته أسهل نقولوا نحن. هو أول حاجة إذا كان حس بالعلامات تو بعد نحكيو عليهم. نحكيو عليهم الأسباب والعلامات. يشوف طبيب. لو برومي معناها جاس أنا أما يحكي مع واحد من المحيط نتاعو اللي يعرف المرض هذا وعنده به معرفة مرض به ولا عنده حد في العائلة يعرف له مريض يحكي. فون بارلي لازم تحكي عليه لازمك تحكي ماهوش عيب ما تقولش عندي معناها مشكله وما نجمش نحكي عليها يحكي عليه اول حاجه باش نجم نقاوم المرض هذا ونعالجوه هي انك تحكي عليه ما خاطر تعرف اغلب العباد يسخيبوه ضعف يسخيبوه معناها ضعف نفسيه حاجه عيب باش يقول راني عندي حاله نتاع اكتئاب الفون بارلي حاجه ثانيه بالطبيعه لازم يشوف طبيب ويفوا شاف طبيب يسمع نصائح نتاع طبيب اللي هي
الهواده اللي هي في المجمل في العام، اللي هي انه اساسا يستعمل الدواء، اذا كان يلزمه دواء يستعمل الدواء بطريقه منتظمه ويسمع النصائح ويتبعه حتى لين حالته تتحسن، حتى لين يرجع لحالته الطبيعيه. العاده مثلا انتم تنصحوا بالراحه، تنصحوا بالعكس بالنشاط اكثر، تنصحوا بالرياضه، تنصحوا بشنو؟ هو في وقت اللي يبدا مريض بذبيا نحكيو على علامات، خاطر فاقد الشيء لا يعطيه، اذا كان هي من علامات المرض انه ما نجمش، ما عادش يحس بالوهن، ما عادش عنده انفي باش يعمل حتى شيء، عاده ينزوي، عاده ما عادش يحب يسمع، ماذا بيه ما عمل حتى شيء، دونك سي فري كو ننصحوه باش يبقى معناها يتحرك، يبقى يعمل ويبقى ينشط، لكن اذا كان ما يقدرش بون لازم نعالجوه قبل باش يرجع لحياته الطبيعيه. يرجع لحياته الطبيعيه. اساسا هو انه يلفو ان بارلي لازم يعالج. اساسا اذا كان مرض معناتها ذيك احنا نقولوا الحاله المستعجله، معناتها اول ايتاب اول ساعه مرحله لازمك تعملها انك تحكي، فرغ قلبك، قول ايش عندك وخذ دواك وعالج. بعد فتره معينه من جمعه لثلاثه جمعات تحس روحك ترجع التصور. بالطرف وبيان سور هيت من توا نرجعوا للاسباب اللي هي الحقيقه اكثر نقطه موجوده في الكوندكتور بتاعنا اليوم، الاسباب والعلامات والعلاج. نبداو بالاسباب. أنا ماذا بيا نبدا بالعلامات. ابدا بالعلامات. هنا أنت تحكم راه. على خاطر لازم احنا. يسالش. هو أول حاجة لازمنا نعرفوا علاش نحكيو. أي. دونك لازمنا نعرفوا بالحالة لازم نعرفوها. معقول برشا. هو مرض بتاع شنو؟ هو مرض للمزاج. دونك الإنسان معناها الإنسان تعرف عنده بدن، عنده مزاج، عنده فكر، مي هو المرض الاكتئاب هو مرض المزاج، سي اون مالادي دو لومور. شو باش كيفاش تكون الحالة نتاع الإنسان المكتئب، المزاج نتاعو يكون حزين وإلا ما عادش يحس بالفرحة، ما عادش يفرح، ما عادش ينابلي بليزير، ما عاد يفرحوا شيء، ما عاد يفرح، يقول لك ما عادش حتى حاجة ما تفرحني، يقول لك ما عادش نضحك، ما عادش عندي مدة ما ضحكتش، يقول لك توحشت ضحك، تقول له شنو يفرهدك، يقول لك ما نعرفش شيء، حتى شيء ما عادش يفرهده. ولا بالعكس يولي ديما قلق، ديما متغشش، ديما متنرفز. هذه هي دونك عادة الحالة النفسية نتاع المزاج نتاعو يكون يا اما حزين يا اما ما عادش ينجم يفرح بالكل، ما عادش يتبنن حتى شيء، ما عادش يتلذذ حتى شيء، ما عادش عنده قدرة للشعور باللذة وبالفرحة. أنا كي تقول له ما عندكش حاجة تفرهدك يقول لك حتى شيء. كيف بالطبيعة ينجم يكون النهار كله متنرفز قلق فاد. ومعها الشعور بالحزن اللي يلزم يدوم مده طويله، مش حاجه بسيطه، مش على خاطر نهارين ثلاثه ايام تغشش ولا خاطر عنده مشكله ولا حزين شويه دونك صحيح هو مكتئب، لا لا، يلزم يدوم على الاقل زوز اسابيع هو فك الحاله هذيك. مع هذاك ثم علامات اخرى، عاده تلقى عنده صعوبه في التركيز، ما عادش ينجم يركز على حاجه، عنده ما عادش عنده شهيه في الماكله دونك يضعف، عنده اضطراب في النوم، في العاده ما يرقدش بالكدا، في دي كوشمار، الصباح يقوم الفجر وما عادش يرجع له النوم، تكون عنده زاد احساس بالوهن، ملي يقوم الصباح يحس بروحه تعب، يقول لك ملي نقوم الصباح يقول باش نعدي لي النهار، جني بلو لا فرص، ما عادش عندي القوه باش نعدي النهار نتاعي، كل شيء يظهر له حاجه كبيره، حتى باش يعمل التواليت نتاعو الصباح باش حاجه ملاحيته كاين ومش يعمل اجهاد كبير. كيف عنده تلقاه عنده افكار سوداء، يولي متشائم، ما عاد حتى حاجه ما تفرحه، يقول لك المستقبل نتاعي ما فيه ما يتشاف، اللي عملته الكل خساره، ما عملت شيء في حياتي، انا هو عمل برشا حاجات ايجابيه في حياته. ابي يولي عنده شعور زاد بالذنب، يولي عنده شعور اللي كونه ما يصلحش، اللي كونه انسان ما يستاهلش حتى العلاج، هو احيانا كي يجي يعالج يقول لك واش تعالج فيه؟ واش هزينا للطبيب؟ انا ما فيهاش دواء دونك مانيش باش نقدر نتعالج. ولا ساعات كي طول الدواء يأيس يقول لك انا طولت وجربت وكذا وما مشاش معايا. لا باديتو، احنا نحكيو على الحالات بصفه عامه، هذوما حالات خاصه. اي بي بالطبيعه يولي عنده افكار انتحاريه وذاك هو المشكل، يولي يخمم السول سوليسيون لانه افكاره كلها سوداء، يقول لك يا خويا لازم نرتاح، يلزم العذاب، يلزم ننتحر ونوفى هالعذاب النفس هذه يزيني في البركه. دونك وهذاك علاش يلزم يتعالج. هذوما هما العلامات نتاع الاكتئاب. اذا كان انسان عنده قد مده حزين ولا ما عادش حتى حاجه تفرحه،
ابي عنده العلامات اللي حكينا عليهم اللي يكون معاش يرقد بالكدا، معاش ينجم يركز، يحس في روحه فاشل، معاش يحب يعمل حتى شيء، عن الافكار نتاعه كلها معناها يغلب عليها التشاؤم، خصوصا اذا كان عنده بطبيعه افكار انتحاريه. هذا هو الاكتئاب، ويلزم يتعالج لخاطر الريسك دو سويسيد كبير بالطبيعه. دونك هذوما العلامات. مشينا للريسك نتاع الانتحار معناها اللي هي المرحله الاخيره. هنا نحب نسالك، الدبريسيون فيها انواع؟ معناها ما نجموش نحطوا صبع يديك مش قد قد، ما نجموش نحطوهم الكل على نفس المستوى، فما اللي اختيره، فما اللي اقل، فما اللي بالكل بسيطه. باش نسهل العمليه، خاطر صحيح فما ديبريسيون ليجير موين ولا تري سيفير، باش نسهلوها اش نقولوا؟ نقولوا اللي عنده كل هذه العلامات ويبدا معناها لو ريسك سيدير كبير، عاده هذه معناها الحالات السيفير معناها الشديده، فما حالات بطبيعه خفيفه نقولوا احنا فيها معناها حزن وبعض العلامات اللي لو ريسك سيدير نتاعها ماهوش كبير. كان نقولوا معناها العلاج كيفاش يكون، ومن بعد باش نجيك دكتور بعد العلاج. اذا كان يعرف روحه اللي هو معناتها الاكتئاب، حاله الاكتئاب ديبرسيون تمشي وترجع، فما اللي تبدا غوسيديف معناها ولا يعرفها، شنو يسمو يعمل؟ اما قبلها هي الناس اللي تسمع فينا وتتفرج فينا، شنو نقولوا لها على العلاج؟ انا نحب اللي يتفرج فيا اليوم ومر بالحاله هذيا خاطرها توجع، هي كحالة توجع برشا وتخلي المريض في حالة معناتها معناتها ما نحب نطمن الناس اللي تتفرج فيا اللي راهو العلاج ناجع موجود، ما الحمد لله معناتها طبتنا وموجود موجودة دوايتنا زادة، فشو نقول في فترة العلاج؟ نحب نأكد على حاجة، أنه أول حاجة المرض معروف ماهوش معناها علامته معروفة، يكفي أنه الواحد يثبت ويبحث على العلامات هذه ويتشجع باش يقول عندي ويزمني نداوى، يزم يقبل يقبل الاستاتيو دو مالاد، يزم يقول راني مريض، على خاطر إذا كان يبقى ديما في مستوى معناها رد فعل في مستوى هذه حالة نفسية وكهو تتعدى ما ينجمش يتعالج، يزم معناها يقتنع اللي هو مرض كيفه ككل مرض عضوي ككل مرض آخر، معناها عنده العلامات نتاعو وعنده العلاج نتاعو. لازم نعرفوا اللي اكثر من 70% من الحالات تتعالج طريقا تقريبا بسهوله، معناها العلاج نتاعها بسيط الى ابعد الحدود، فما بعض الحالات اللي هي مستعصيه يلزمها علاج في عند اخصائيين، بون ربما علاج فيها يتطلب اكثر شويه تركيز، اي اما اكثر من 70% من الحالات يتعالجوا بكل سهوله، نقولوا احنا ما فيها حتى مشكله. ديجا هذه ساعه واحده ميساج بوزيتيف، معناتها انت تفرش فيا تعب شويه، تعبتك الحكايه حياتك اللي ترى فيها فوضى على بعضها، نقول لك بالعقده تتحل ومصيرها تتحل بالطبيعة. يعني يكفي انك انت تكون من داخل تحب تبرا سيتو، هذا هو يكفي. نحكيو على فتره اذا كان معناتها يقول لك يصيروا له دي شوت، معناها يكون لاباس فوالا. دونك هنا باش تنصح المريض في الحاله هذه؟ هو قبل كل شيء لازم نعرفوا اللي كونك علاش قلت لنا المرض ينجم يكون مزمن كرونيك، على خاطر اذا كان الواحد يعمل اون ديبرسيون في العام اللي بعدك الابيزود ديبرسيف هذاك، واحد على اثنين يعاودوا ديبرسيون اخرى سوفون يرجع، معناها نعمل دي ريسيديف ولا يرجع المرض هذا. هذاك علاش نقوموا بالعلاج لمده طويله، هذاك علاش نتواصلوا في العلاج لمده كما قلت لك ما بين 6 شهور للعام، وبعد اذا كان ما عاد عنده حتى علامه مرضيه ينجم يوقف العلاج ويرجع لحياته العاديه. اما اذا كان ترجع الاعراض الاولى نتاع المرض لانه ولا يعرفوا، اول ما يحس بالاعراض هذيك يعاود يشوف الطبيب نتاعو. فماش اول ما نحس بالاعراض هذيك نرجع للدواء القديم؟ لا 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 لا، خاطر الله اعلم انت تشكون في حاله خير برشا من اللي انت كنت فيها. دونك تشكون حاجه اخرى لا هو ديما ماذا بينا تكون عندنا ريفليكس انه نشاوروا اولي الذكر، نشاوروا الطبيب اذا كان تنجم تكون حاجه اخرى، خاطر بعض العلامات اللي هي مثلا الواحد يحس بالوهن ولا يحس عنده اضطرابات في النوم شويه تعب، ينجم يكون حاجه اخرى، ينجم يكون مرض اخر
دونك لازم يشوف طبيب باش يشخص الحاله، واذا كان سيتو ريسيدي ويعطيه شو يلزم وشو ما يلزمش. يلزم يعطيك يلزم. صح. شكرا لك دكتورنا، نورتنا. شكرا لك زدالي مازلت في مستشفياتنا، خاطر توا واحد على ثلاثه نسمعوا بهم خرج مشى، وهم ان شاء الله يا ربي في زينه، خاطر انا نقول كل واحد يخرج خارج تونس هو سفير تونس، ان شاء الله يخلي السمعه طيبه وعنا ثقه في طبتنا، ولكن ما يهونوش علينا الحقيقه. كل ما نسمعوا طبيب خرج نتوجعوا نحن، اللي تونس قاعده معناتها الطب نتاعها قاعده تغادر. ان شاء الله ان شاء الله كما انت دكتور برشا منك، خاطر عندنا كفاءات كبيره برشا. شكرا. في مختلف الميادين. شكرا. طبتنا من اكفأ ما فما، دونك ان شاء الله يقعدوا لنا لهنا في مستشفياتنا وبحذانا. مره اخرى شكرا لك استاذنا دكتور وحيد المالكي، استاذ مختص في الطب النفسي ورئيس قسم بمستشفى الرازي، ونعطيك الكلمه الاخرانيه. لا لا لا، ماذا بيا انا، هذه كلمه للاعلام، انتم تعاونونا برشا، فتعاونوا المواطنين باش يتعرفوا على الامراض النفسيه بصفه عامه. يعطيك الصحة، لأنه أول طريقة للعلاج أو باش نقسم المرض هذا هو أنه نتكلموا عليه، معناها نكسروا التابو، نحكيوا عليه، وهكاك نجموا نعرفوه، وهكاك نجموا نعالجوه. يعطيكم الصحة. شكرا لك مرة أخرى دكتورنا. أنا تو باش نهزكم الأول مراحل العلاجية، أو ما نحبش نقول أول مراحل علاجية، خاطر أول مراحل علاجية باش تكون مع طبيبك، مع البسيكياتر اللي تبع فيك، ولكن زادة في الطب الموازي اللي هو يمشي مع دواء طبيبك، مع اللي يعطيه لك طبيبك كحرابش كدواء. عمرك ما تعوض دواء بدواء، هو موازي. إجا نشوفوا في الموازي شنو عندنا من حلول، برشا حلول موجودة تنجم ترافق دواء طبيبك في فترة العلاج. نبداو مع دكتور سامي غطاس في الوخز بالإبر الصينية بعلاجات موجودة في الطب الصيني. مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نجموا نداويو ان كومبليمون، معناها علاج تكميلي للعلاجات الكلاسيك اللي ناخذوها في الديبرسيون، كيفاش نجمو نعاونو في العلاج نتاع الديبرسيون عن طريق قاسعة الأذن. اليوم باش نشوفو زوز تقنيات بالطبيعة الاثنين عبر قاسعة الأذن. اللي العلاج بالإبر عبر قاسعة الأذن فيه معناها جزء تشخيصي، وفيه جزء معناها للعلاج البحث. نبداو باللاجيسكوب، ماكينه اللي معناها تقيس لنا الاماكن كما قلنا في الـ في الـ في قسعه الاذن. ناخذوا تقرب لي يدك هكا، يعطيك الصحه، تشد بها هكا الماس هذيك فوالا، واحنا نبرمجوا معناها الاله نتاعنا باش تعطينا الاماكن اللي عندها علاقه بالنواقل العصبيه اللي حشنا بهم. تعطينا فما معناها فيها ان فويون يعطينا ان سينيال لومينو، معناها نشوفوا كيفاش يشعل يطفى، وفما ايضا ان سينيال سونور، معناها نسمعوا حس ان بيب يقول لنا اللي المكان هذاك راهو معناها يصلح للعلاج، وايضا ينبهنا اللي فوالا. دونك هذوما الاماكن اللي فوالا كما لوجنا في الاذن هذيك نلوجوا في الاذن الاخرى، اماكن ينجم يكونوا مش هما معناها مش كيف كيف، مش نفس التوزيع فوالا. دونك هذه المرحله الاولانيه. دونك بالنسبه يعطيك الصحه، بالنسبه للتشخيص ونجموا نعملوا لهم ايضا علاج بالذبذبات، ما غير ما نحطوا الابره نجموا، والا نحطوا الابره ونزيدوا الذبذبات من فوقهم. احنا باش نحطوا اباري في اماكن منهم ونعملوا لهم علاج بالذبذبات. حبيت نوريكم الاول معناها قبل الابره كيفاش نجموا نعملوا علاج بالذبذبات وحدها. ناخذ المكان هذا معناها اللي خرجت هنا الماكينه، واحنا نلقاو ايضا بالنبض معناها تاع المريض. احنا الحقيقه في نفس الحصه نجموا نستعملوا عده تقنيات، معناها نجموا نستعملوا ذبذبات، نجموا نستعملوا الاباري، نجم نستعمل ايضا العلاج باللوميير معناها الكروماثيرابي. حتى نوريكم الاله نتاعها. باش نحطوا لاباري كما كنا نقولوا قبيلي، وبالطبيعه لازمنا معناها التعقيم بعد ما عملنا تشخيص بالاله اللي كنا نوريو فيها، نعملوا تعقيم قسعه الاذن باش نجم نحطوا لاباري نتاعنا. فوا حطينا لاباري
نجم أيضا نستعمل الوسيلة العلاجية الثالثة اللي حبيت نوريها لكم اليوم. دونك في الأثناء اللي التعقيم ياخذ بلاصته يزم على الأقل دقيقة باش نجم نحطوا لاباري باش نوريكم كان تسمحوا الماكينة هذه. دونك هي ماكينة تسمح لنا باش نستعملوا أضواء مختلفة ونستعملوا ذبذبات مختلفة. معناها الماكينة هذه تعطينا إضاءة في ذبذبات نبرمجوهم، والإضاءة هذه نجم تجي عبر مرآة كبيرة ونستعملوها للبدن الكل، نستعملوها للوجه ولا للبدن. في الدبريسيون تعاوننا نختاروا معناها ألوان خاصة بالمريض متاعنا باش تحفز تقوينا معناها العمل متاع بعض المراكز العصبية اللي مهمة في الدبريسيون. الاختيار معناها متاع الأضواء اللي باش نداوي بهم يصير على المريض نفسه. معناها نوريكم معناها عينة من الألوان اللي نجمو نستعملوهم. الألوان هذه يصير اختيارها حسب القياس اللي نعملوه على المريض متاعنا باش يكون نتيجة أحسن بالنسبة للدبريسيون. دونك نختاروا الألوان اللي عطاتنا نجاعة في الدبريسيون، وهذه نختاروا اللون الأولاني الحقيقة هو نثبتوه معناها على المريض نفسه، نشوفوا معناها اسكو اللون هذا يعطينا رد فعل باهي عند المريض ونركبوه في الماكينة، واللون اللي يخرج لنا بعداك بالفيبر اوبتيك يكون اللون اللي احنا حاطينه ويكون البرمجة ولا هذه النقطة هذه داويناها كماش تعطينا ولا النقطة هذه أيضا عندها فيها رد فعل. دوك نجمو معناها نعملو العلاج بالضوء هذايا تسمى لوميغ بولسي، نحطو اللون الثاني، وأيضا نجمو معاش كان نشوفها هكايا معايا ولا هذه النقطة الثالثة أيضا فيها نجاعة كبيرة. احنا نعملو تقييم بالنبض هكايا فوالا نخليوه حتى لي النبض يستقر يرجع لطبيعته. دونك نجمو توا نحطو لاباري نتاعنا في الأماكن اللي لقيناها بالماكينة الأولانية واللي هي بإذن الله تكون فيها فايدة ونجاعة. دونك سمعنا هاديك شد نفس نفس شد نفس نفس سافا مش توجع لاباس. سمعنا شد نفس نفس نقطة أخرى هذا في كاس هكا اسمن عليك اسمن عليك تنفس. طيب شوفوا أماكن أخرى على الأذن اللي من جهة الأخرى هاك شد نفس تنفس بيه. دونك حطينا الإبر اللي حشنا بيهم وحبيت نوريكم العلاج اللي عملناه قبيليك بالضوء. يمكننا أيضا نستعملوه نجمو نعملو العلاج اللي وريناه قبيلك بالضوء فوق الأماكن اللي لقيناهم حاطين عليهم لاباري. وعلاش نجمو نعملوهم مع بعضهم؟ على خاطر النتيجة تكون أقوى، تكون فما نجاعة أعلى. بيان سور نجمو نعملو لاباري وحدهم وإلا علاج بالضوء وحده. نوريكم كيفاش يصير. معناها النقطة اللي حاطينها فيها الإبرة نعملو لها تحفيز باللوميغ بولسي افيك الفلتر دو كولور اللي لقيناه فيه نجاعة عند الشخص اللي باش نداويو. باش نرجعو للأذن الأخرى ونداويو لها أيضا الأماكن نتاعها اللي لقيناها ولا كيما عملت في الأذن اللي شفتوها. نجي فين تتحط لبرا ونعمل تحفيز سي تخي بيان. طيب دونك عملنا الحقيقة توا علاج متكامل، استعملنا فيه تقنيات متعددة اللي تنجم تجي كلها مع بعضها ولا نستعمل واحد كل واحدة على حدة. الهدف هو الفائدة من استعمال تقنيات متعددة في بعض الحالات عند الناس اللي عندهم ديبرسيون، انا نحب نحصلوا على نتيجة اسرع شوي.
وايضا العدد نتاع الحصص يولي اقل، معناها المريض يمشي ويجي اقل مرات، والنتيجه تكون باذن الله احسن واسرع. ان شاء الله صحه وعافيه للناس الكل اللي تابعوا فينا توا على الوطنيه الثانيه. ديجا اخبار مزيان، ما فما حد شيء ما يبراش، مش صحيح ديبرسيون اكتئاب ما يبراش، مش صحيح المريض يقعد تابع للدواء نتاعو ما ينجمش ينحيه، مش صحيح انه الدواء اللي احنا نسميوه دواء الاعصاب بيخلي انعكاسات سلبيه على البدن. استاذ في الامراض النفسيه كان يقدم في هذا الكل، وكان ياكد وانه هالمعلومات اللي عندنا راهو احنا نقولوا احنا دبوشه لغي واحد يوصلها لواحد، اما علميا ماهيش صحيح. خذينا مع الدكتور سامي غطاس مجموعه من العلاجات الموجوده في الطب البديل او الطب الموازي عندها نجاعه كبيره برشا برشا. تقول انت تونا معناتها ما داوينيش الحراره باش مش داويني الضوء الاحمر ولا الضوء الاصفر ولا الضوء التقنيه نتاع الليد اللي هي المداوات بالضوء، والا الابره الصينيه، والا العلاج عبر قصعه الاذن، وين انتم كنتوا تراو في الاباري محطوطه، هي انواع نتاع علاجات تعاون برشا دواء طبيبك خاصه في فتره العلاج، ثم من بعد ما بعد العلاج باش تقعد تحافظ على التوازن هذاك او تحافظ على مفعول الراحه اللي انت وصلت لها، نجم تلقى نتيجة هائلة برشا مع الطب الموازي. دكتورة إيمان بن سوسية مرحبا بك. وبيك عايشك، مرحبا. منورة. عايش. بدينا هاوكا استفتحنا بدكتور سامي غطاسي مجموعة من العلاجات اللي الحقيقة مهمة برشا. نجيو تويكا لعالم آخر هو عالم المداوات بالأعشاب أو لا نوتخي ثيرابي اللي هي العلاج بالتغذية، وألا الهوميوباتي اللي قبل يسميوها الطب المثلي تويكا فقط هو طب الهوميوباتي فقط اللي هما لي غرانول. انا نحب نبدا بالتغذيه الحقيقه، خاطر ساعات في فتره معينه نتاع الدبرسيون في حاله الاكتئاب نهيجوا على الماكل او نقطعوا الماكل. لهنا المريض كيفاش يعدل ماكلته؟ ما سمحني قبل هذايا انا اليوم ما حكيتش مع المتفرجين والمشاهدين نتاعنا على الباج نتاعنا على الفيسبوك، معناها فريمون قصرت في هذايا خاطر نحب نقعد نتواصل معاكم على الباج نتاعنا على الفيسبوك الصحه والناس الوطنيه الثانيه. اسئلتكم توصلنا على الباج هذايا، اقتراحاتكم توصلنا على الباج هذايا، نقدكم يوصلنا على الباج هذايا، ملاحظاتكم زاده. وانا في هذا الكل تشرفوني بحضوركم، نحب نراكم برشا على الباج نتاعنا الصحه والناس الوطنيه الثانيه. بيان سور تلقاو لي فيديو الكلهم باش يكونوا معناها مونتي بدقيقتين بثلاثه دقائق باش انت ما تتعبش ياسر في ساعه تلقى اللي حاجتك به. سينو اليوم تحب تكون معنا وتسال اسئلتك او تطرح اسئلتك للدكتوره ايمن بن سوسيه عندك 71 801 116. دكتوره الو، التغذيه حاجه مهمه برشا. احنا باش نبداو للوقايه، مش باش نحكيو على السيني معناتها نتاع الانسان اللي عنده الاكتئاب باش يولي ياكل برشا، ولا العكس يولي حتى الماكله ما عادش يحب ياكلها. احنا باش نبداو بالبريفونسيون الوقايه. دونك اكثر حاجه لازمنا نزيدوها هي الاوميغا 3. الاوميغا 3 هي معناتها قبل سورتو كانت الماكله غنيه بالاوميغا 3 اللي هما باش نذكر حاجات في الماكله، مثلا زراعه الكتان. احنا بدينا بالحوت، بدينا بالحوت اي به حتى تصور الاوميغا 3 اللي فيها الماكرو والسردينة ماذا بينا ما نقليوهمش، ناكلوهم مصموتين وبيان معناتها مطبوخين ولا في الكوشه بلاش زيت باش نحافظوا، خاطر القشره نتاعهم غنيه برشا، وهكا حوت ماهوش غالي معناتها متوفر. ليه وعلاش قلت من غير زيت؟ سامحني، معناها اذا كان نحط له زيت ما نقليوش. تفسد الاوميغا 3 ما نقليوش. ما نقليوش. اي الكاليتي تضيع بقيس روح وحط في الكوشه سي سا، وبلاش زيت ماذا بينا شويه قارص ولا شويه فحات اخرين. فما تصاور اخرين حطيناهم، فما زريعه الكتان، فما الجرجلان فوالا نشوفوا فيهم ديجا داكوردو الزوزه والعظم، هذوما كلهم ماكله معناتها ماشي غاليه نجموا معناتها حتى من الصغر. زريعه الكتان في وسطهم، زريعه الكتان تحسها مهره في وسطهم. زريعه الكتان اغلى حاجه فيها الاوميغا 3 باش ما نمشيوش ناخذوا، خاطر احنا باش ناخذوا دويات نحكيو عليها من بعد باش نقصوا الشريان معناتها المواطن باش ينجم معناتها يلونغيشي الماكله نتاعو. باهي فوالا دونك هنا حتى التوا الحوت الازرق، الكتان، الزوزه وي العظم العظم وجلجلان سي وجلجلان وجلجلان. الزوزه كيما نقولوا زوزه كيما نقولوا زاده لوزه. باهي هذه الماكله نتاعنا اللي لازمنا نزيدوها
وعلى شرط الفاكهه ما تبداش مقليه وملحه. مش مقليه الفاكهه وما نكثروش برشا زاده. معناتها هكا ما بين 5 كعبات باغ اكزومبل زوزه ماكسيموم ما بين 3 و5 واللوز نجم. هو راك الزوزه كانت تفوت 3 ل5 تدبرم وحدك معناها. حتى تو راهي 75 دينار تولي تمشي باش تاخذ حربوشه. احنا ارحم لك وخير لك على قليله. حطينا جنجلان وحطينا زريعه الكتان وحطينا العظم فما تو العظم اللي كيغيش بالاوميغا 3 وسينو اذا هذا الكل نحبوا ناخذوا ان كومبليمون alimentaire من الفارماسي كعبه 500 ملي غرام بار جور وللمعلومه اللي الاوميغا 3 المراه اللي ترضع والمراه الحبله مهمه برشا وهي تعطينا سورتو المراه الحبله تعطينا وقايه باش ما تعملش لا ديبرسيون بوست بارتوم اللي معروفه بقطوس قطوس النفس قطوس النفس اي حاجه اخرى في الماكله فما الزنك وفما الفيتامين دي الزنك زاد نلقاوه في اللحم حطينا تصويره ان شاء الله يحطوها في العظم في اللحم في الفاكهه زاده داكوردو والفيتامين دي وخاصه المغنيسيوم المغنيسيوم ياسر ياكدوا عليه المغنيسيوم في حاله الاكتئاب والديبرسيون ودايوغ معناتها في الكادو ستريس في الفاتيغ في الكل يلزم نعملوا سوبليمونتاسيون في المغنيسيوم بربي هنا دكتوره حكيت المغنيسيوم خاطر فيه برشا انواع فما المغنيسيوم اللي جاي من فوالا مارا فما اللي جاي من الغله فما انا هو اللي الكل كيف كيف عندك؟ لا هو كي يبدا الانسان عنده اكتئاب ولا عنده حاله تعب متواصله ولا تلقاه في اكتيفيتي معناتها يحس روحه معناتها مش قاعد ياكل بكدا مش عندوش نظام غذائي باهي يلزمه يعمل سوبليمونتاسيون كان باش ياخذ جوست غله اكاهو شويه ولا خضره اكاهو شويه يلزمه يولي ياخذ فما المغنيسيوم ماران اللي تري بيان باهي بكدا ولكن عندنا برشا انواع اخرى نتاع مغنيسيوم راهو موجودين في الصيدليات نجمو هذيك علاش سالتك حتى في الهوميوباتي عندكم طوبة في الهوميوباتي فما مانيزيا فوس فوالا اون نوف سي هاش نعطيوها بالكدا لكن احنا الطبيب هو يعرف وقتاش ينجم يعطي الهوميوباتي وقتاش يعطي سوبليمونتاسيون اكثر من هكا انت والحاله نتاع انت والحاله نتاع المريض باهي دونك احنا الفاكهه والعظم الزنك موجود في الاوليغو ثيرابي والاوليغو ثيرابي تويكا موجوده في الصيدليات نجم تشريها موجوده موجوده برشا دي كومبليمون فيهم الزنك فوالا باهي ثم شو نجم نقولوا اخر في الماكله سينو قبل قلنا الفيتامين دي دونك وتابع دايور سي اون ثيرابي هي لومينو ثيرابي اللي المريض المكتئب ناقصه اشعه شمس وفما برشا ناس تعمل اكتئاب وقت الخريف وقت الشتاء دكا دونك هذا ماذا بينا تحملش الظلام تحملش شكل الغيوم ما تحملش الطقس المغيم تتفرعس تكون سافا كما قال الدكتور توتالور اللي فما ناس تقعد تعاود تعمل دي روشوت دونك ديما هذوما سورتو اللي يمرضوا في وقت الخريف ووقت الشتاء ديما نوليو مثلا نحضروهم انهم يخرجوا اكثر للشمس هما باش ياخذوا ديجا معناتها وديما ماذا بينا يدينا تبدا عريانه شويه معناتها مش لابسين وخارجين في الشمس ما عملنا حتى شيء يلزم كونتاكت ديريكت افيك لابو مع الجلد اشعه الشمس وهذيك يعطينا وقايه من الاكتئاب وزاد عنا تو لينا نراو في برشا نقص نتاع فيتامين دي عند برشا مرضى ولينا نحطوا في ليزيكخون والمظله الكبيره وديما مغطيين نلبس الكواندويت باش ما يكحلوش اليدين نمشي ندخل الشمس ما حدش وهي ما تدخل كي الناس في الصيف تولي 80% من الفيتامين دي مش باش نقولوا مانيش باش نحكي على الماكله كي انا نقول لك 80% من الفيتامين دي جايه من اشعه الشمس شنو مازال باش تلوج على 20% باهي هذه في الماكله وي واللي هي مهمه برشا واللي هي في فتره العلاج وقت اللي تدعم ماكلتك بالكتين ولا بالجلجلان ولا بالزوزه ولا بالزنك ولا بالاوميغا 3 هاني لخصتها لكم ديجا حتى الدواء يعطي نجاعته خير وانت تحس روحك معناتها مرتاحه اكثر سينو فما زاده لي زويل اسونسييل هما الزيوت الروحيه ساعات يقول لك انا غيان كو نحط على مخدتي روايح معينه نتفرهد فما شكون بالريحه يتفرهد صحيح فما برشا نباتات احنا باش نذكروا لو مينيموم دونك اليوم حضرنا اون بريباراسيون فيها المرتقوش المارجولي داكوردو و اون اوتر فيها استنى دكتور نحكيو على زيوت روحيه ولا بريباراسيون تشرب زيوت روحيه هذوما باش نعملوا بهم فما حاجات باش نشربوها تو نقولوا عليها من بعد يظهر لي في تصور بدينا باللي باش يتشربوا اللي هما لا ميليس الميليسيا سي سا هذه الميليس تشبه برشا للنعناع لكن هي منبته ماهيش موجوده في تونس ما فما برشا يجيبوا فيها وفما شكون عملوا اون تونتاسيون نتاع انهم يزرعوها موجوده في المغرب
الميليس باهية برشا، تهدي برشا الأعصاب، تعاوننا على النوم، تنقص ماكل زادة، حتى خاطر الاكتئاب ساعات يجينا بعد جون أنكسيتي معناتها اللي هو القلق النفسي. نبداو بالنباتات كيما هكا معناتها جوست نغلي زيوت روحية. باش نحكيو ديزوي ليسونسييل، زيوت روحية. ألوغ نجمو كيما قلت أنت الميليس نحطو قطرات نتاع ميليس على المخدة الميليسيا. نجمو نحطو قطرة ميليس مع شوية زيت على البوانية، تو نحكي لكم بعد عندنا اون بريباراسيون هكا، وتشمها لو فيت انك تستنشق ولا شوية قطن تهدي لك برشا الأعصاب. ألوغ احنا باش نعملوهم هذوما يتشربوا الميليس من بعد الحبق، عندنا في تونس الزيت الروحي نتاع الحبق، دونك هذوما باش ناخذوا 1 غرام 1 غرام باش نزيدوهم الزيت الروحي نتاع اللافوندا اللي هي الخزيمه. حطينا تصويره زيت نباتي زيت لا روحي اسونسييل زيت روحي، دونك زيت روحي للميليس للميليس، زيت روحي للخزيمه للخزيمه، وزيت روحي 1.5 الخزيمه 1.5 غرام 1.5 غرام الميليس 1 غرام سي سا، والحبق والحبق 1 غرام. هذوما الكل باش نحطوهم في 120 ملي لتر 120 ملي لتر من البابونج. هذايا زيت البابونج، هذا مش زيت، هذا باش نعملوا سائل حتى باش نشربوها البريباراسيون هذه. ايوا احنا قلنا كما قلت انت تنجم تحط قطرات حتى في الدار ولا عندي فيزور نتاع زيوت روحيه، هذوما يهديو الاعصاب. لكن احنا توا بدينا عندنا دي سيني نتاع ديبريسيون، دونك باش نحاولوا ان نحسنوا المريض. دونك نعطيو هذه الزيوت الروحيه هذه باش نحطوها في 120 مليلتر بابونج اللي هو خارق للعاده. البابونج يهدي الاعصاب، اللي اكسيلون زاد على التوب ديجيستيف، ونعرفوا برشا ناس مكتئبه المريض ينجم يبدا عنده قلق في الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي باهي، دونك ينحي لك البالون ما ويهدي الاعصاب ويعاون على النوم، ينحي لك الارق والقلق النفسي. دونك هذا ياخذ منها مغرفه نتاع ماكله الصباح ومغرفه نتاع ماكله في الليل. ديما يليسي كي تبدا بريباراسيون فيها زيوت روحيه باش يخلط بالقدا الفلاكون. كي تبدا بريباراسيون فيها زيوت روحيه ناكدوا انها تكون من الفارماسي. بيان سور. معناتها ما تقوليش انا شريت وحدي باش نخلط وحدي. ديما لو فارماسيان عنده الجراماج الصحيح ينجم يعطي حاجه معناها اكيده. باهي ثم باش نعملوا دي مساج. ايه مساج باش نعملوهم بثلاثه زيوت روحيه اللي هي المرتكوش باش ناخذوا 45 قطره. الترونجية اللي هي عنا مناش تصور حاطينا هذية الخزيمة. احنا باش نستعملوا دونك المرتكوش الترونجية 15 قطرة وبتي غاد وبي غاد هذية القلوب نتاع لارنج. فما ناس تقولوا رنج وناس تقول لارنج. نحطوا 75 قطرة هذوما الكل نحطهم في 30 مليلتر نتاع ميل بيرتوي باغ اكزومبل، وي زيت نباتي نتاع ميل بيرتوي ميل بيرتوي، ويدهن بهم. وين باش يحط؟ ينجم يحط شويه قطرات قلنا على البوانيه، يمسح كيما هكا ويستنشق. ينجم فما ثلاثه نقاط ان شاء الله تحطهم في يتسمى بليكسو سولير، دونك او نيفو هوني هكا نتاع المعده. يهبط ناخذوا اللومبيليك اللي هو السره، نطلعوا دو ترافي دو دوا فوقها ودو ترافي دو دوا تحتها، هذوما دو بوان يحط عليهم قطرات فم المعده. صحيح. زوز صوابع فوق السره، زوز صوابع تحت السره، هذوما نقاط اللي ندهنوا فيهم البريباراسيون هذه تاع زيت الروحيه. غادي تفرهد معناتها، غادي تفرهد يعمل دي مساج هكا سيركولير. معناتها كيما نقولوا احنا قطرتين بريسك من البريباراسيون هذه، ثلاثه مرات في النهار لا ميم شوز او نيفو دي بواني. بواني المعده فوق السره تحت السره دي مساج سيركولير. وميم كولون فيرتيبرا. وفي الكولون فيرتيبرا. ياخذ ابوبخي 8 ملي. في العمود الفقري معناها زاده كيف كيف. وإذا يعمل تو نحكي ومن بعد بتيتر لي مساج دو ريلاكساسيون مهمين برشا، ينجم يهز معاه للكيني وتعمل له مساج ولا يعمل له مساج بالبريباراسيون. فوالا هذايا من الزيوت اللي تنجم تهزها معاك للكيني في وقت الديبرسيون. سي سا. باهي كان نمشيو للنباتات نجموا نغليوهم في الدار نشربوهم في البريود نتاع الديبرسيون، يعاونوا دويت بيب وألا لي بريباراسيون اللي موجودين في الصيدليه ونعطيو الانجع معناها اختار لنا. داكوغ. بحاجة تري سامبل، هو الاكتئاب ينجم يجينا بعد حالة ستريس كبيرة، ينجم يجينا بعد حالة حزن كبيرة، تو نحكي بعد سورتو في الهوميوباتي بالديتاي. لكن الناس اللي تلقاها فريمون ديبوردي، المراه اللي كيما قلت انت تخدم وصغار وفهمت، دونك هذيا شنو تعمل؟ تعمل انتزان حاجه سهله في الدار، مغرفه نتاع ماكله كبيره خزيمه
مغرفه نتاع ماكله مرتقوش، هذوما تغليهم في زوز كيسان ماء، معناتها يغلي الماء ترميهم وتخليهم من انفيزيون جوست لو طون اللي يعطي لي فيم تاعهم. خزامه مرتقوش. خزامه مرتقوش. مغرفه مغرفه في زوز كيسان ماء. صحيت. جوست الماء يغلي. انفيزيون يغلي ترمي وتغطي. ترمي وتغطي، ما تخليش النار تغلي معاه. آه. فوالا. وتقسم على النهار تشربها بشوي بشوي. الخزامه راه ياسر تهدي الاعصاب. ومعناتها فريمون حتى الشخص يكون في حاله اخرى تهديه بالكدا وتحسنه. لكن اذا باش نمشيو احنا نحكيو على الاكتئاب بروبرمون دي، فما دوتر بلانت اللي هما من الفارماسي من الصيدليه اللي هي ما نجموش نقولوا ديبرسيون اكتئاب من غير ما نحكيو على الميلبرتوي. الميلبرتوي اللي هي تتسمى شجره الارق ولا هيوفاريكون، ناخذوها حاضره من الصيدليه 200 ملي غرام الصباح 200 ملي غرام في الليل. للمعلومه اللي الميلبرتوي تنجم معناتها تحسن برشا، مانيش باش نقولوا الداوي خاطر المريض يلزم يشوفوا طبيب، تحسن برشا الاكتئاب خاطر فيه ثلاثه، فما ديبرسيون ليجير ديبرسيون موديري ولا ديبرسيون سيفير. لا ديبرسيون سيفير ما فيهاش حديث، هذيك سي لاباناج دو بسيكياتري دو ما تدويه بسيكياتر نتاعو كذا، وهو حتى في ديبرسيون الخفيفه حتى في موديري لا ميم شوز. لكن احنا شنو نعاونو؟ احنا نراو في ديما ناكدوا انه معناتها اول ما نراو العوارض الاولى ما نقولوش ضعف وما نقولوش كما قلت انت مقبله دليل، ولا يلزم معناتها اون برون او سيريو لي سيني دو ديبرسيون. الناس الكل يلزمها تعرف اللي هو مرض ويتداوى خاصه في المرحله الاولى. دونك قلنا الميلبرتوي، فما الغريفونيا. الميلبرتوي هي موجوده حرابش وموجوده معناها في معناتها تنتورمير، موجوده في برشا اشكال صيدلانيه. لهنا اذا كان باش تاخذوها حرابش قداش الجراماج معناها تاخذ 200 ملي جرام؟ 200 ملي جرام صباح وليل. اذا باش ناخذوها سائل فما دي بريباراسيون سائله ليكيد، ناخذوا مغرفه صباح ومغرفه في الليل. مغرفه صغيره. باهي. ثم بعد غريفونيا. غريفونيا كيف كيف هذوما. علاش احنا ما حكيناش اللي الاكتئاب هو راهو سي ان بروبليم هرمونال، معناتها هرمونات يصير انها ما عادش تعطينا ليكيليبر اللي كان عندنا، خاطر راهو الحزن ولا الفرح ما عادي اي انسان معناتها ينجم يفرح وينجم يبكي ويحزن، لكن المريض اللي عنده الاكتئاب يولي عنده انكسي داكور في سورتو في الحزن، كيما ينجم يكون زاد تو في لو كونترير. دونك هذوما لي دو بلونت هذوما هما باش يعطيونا اكسيون على السيروتونين سورتو. الناس الكل تعرف توا لو بروبليم تاع الاكتئاب اللي هي سورتو. دونك احنا قلنا الغريفونيا وقلنا الميلبرتوي، نسميو الاخرين بعجاله غوتيول 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 غوتيول. اي سي سا، هذوما نجمو نعملو بريباراسيون بهم ثلاثه سوائل. سينو يلزمنا اون اجي زاده على الكاليتي نتاع النوم. المريض اللي عنده نقص في النوم يتواصل 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 باش ينجم يعطيه اكتئاب من بعد. دونك نعطيو ليسكولزيا ونجمو نحسنو زاده، نرجع ونقول اكل التشنج اكل اكل بيرت دو لونكسيتي نقولوا نحن، معناتها ديما تحس ديما قبضه خوف صحيح. حاجه كيما هكا صحيح. فما معناتها نوع تكتير تلقى خايف من اي حاجه، معناتها يولي ما عادش ينجم يقدم شي يعمل حتى شيء تيلمون خايف. الباسيفلوغ باسيفلوغ باي. اذا كان نمشيو للميوباتي شنو نسميو في الميوباتي؟ الميوباتي فما برشا حاجات نختاروا. باش نختاروا اول حاجه الفوسفوريكوم اسيدا باي، هذايا جينيرالمون سي ان مالاد معناتها مريض اللي تلقاه جه شوك في حياته، ولا فقد حد عزيز عليه برشا، تلقاه عينيه كي تغزر له تلق كي البلاره. هذايا فريمون عبد يحب نهار كله شادد الفرش، يحب ديما راقد، معناتها ريتك اللي كان يتحرك ويخرج يعمل سبور ولا يقابل صحابه يولي ما عادش يحب يقابل حتى حد، وديما شاد يحب يرقد ويبيغ لو جو في كل شيء. الوغ فوسفوريكوم اسيدوم 15 CH مره صبيح مره في الليل. الغوميد الثاني سيبيا
هذا الاكثر نلقاوه عند النساء اللي تلقاهم تلبس باللكحه. سافو با دير كو الاكتئاب يجي كان عند المراه، نو، حتى الرجال تلقاهم ديما لابسين لكحل وديما منزويين ومحبوا يقابلوا حتى حد. تلقى عندهم مشكله زاده نتاع حتى كي تغزر لهم عينيهم وجفون نتاعهم تلقاها هابطه، عندهم مشكله في القبض. نعطيو سيبيا كان سيهاش. ساعات واحد يقول شجيب المشاكل نتاع المعده ومتاع الجهاز الهضمي للديبرسيون، هي ساعات تلقاها هي اللي معناتها هو هي اول نقطه تقول لك راك معناتها شوف روحك راه تنجم تكون. ساعات شكون يجي جوست ان بروبليم معناتها مشكله في الجهاز الهضمي وهو معناتها عنده مشكله اخرى. فوالا مشكلته تبدا من غادي ديجا. صحيح. فما شنو نجم فما البلساتيلا. البلساتيلا هذايا مريضه اللي تلقاه مره في ساعه يضحك في ساعه يبكي. يحب العباد دايره بيه. ديك هكا تسكتوا شويه ومعناتها يريد يكون هكا اكسيتي برشا ولا يبكي برشا، اول ما تهديه يهدى. كيف كيف هذا السوجي تلقاه عنده مشكله، نرجع للهضم، تلقاه ما يهضمش بالكدا كي ياخذ حاجه مزيته تقلقه، وتلقى عنده زاده جينيرالمون مشاكل في السيركولاسيون في سقيه وكل شيء. هذوما تخوا غاميد، لكن باش نزيدهم الجرافيت اللي هو تلقاه كيف كيف عنده قبض، تلقاه اقل حاجه ولات تقلق. احنا الهوميوباتي سي ان تيران ارضيه نتاع المريض، هي اللي تخلينا نعطيو الدواء هيك ولا الدواء هذيك. بدلوا جو بدلوا جو من الدبريسيون من الحكايات والاكتئاب ودرا شنو، مشي الحاجه مزيانه. المراه ديما تحب روحها محلاها وتحب روحها هكا غايونونت، وتقول انت مشرحه معناها حتى في وجهها وفي حضورها وفي فخامتها وفي دنيتها وكل شيء. احنا باش نحكيو على تكنيك جديده، موفان جديده، ما عادش نحب نقول جديده خاطر جات ملاحظات على كلمه جديده، الكريو ليبوليس، تكنيك تنجم تنحي بها الكرش. كيفاش التكنيك هذيا يا وسيم؟ كيفاش التكنيك هذيا يندرى فيها انعكاسات سلبيه ما فيهاش ناجعه؟ الى اي مدى ناجعه؟ شنو اسوامها في تونس؟ نرجعوا نحكيو على تفاصيلها الكل ما توا، اجا نشوفوها في الروبورتاج شنو هي بالضبط التكنيك هذيا ونرجع. مرحبا بكم، مرحبا بكم معنا في الصحة والناس. اليوم باش نحكيو على التضعيف، الناس اللي تحب تنحي الكراس لوكاليزي اونتر اوتر الكرش. دونك باش نخدمو بالكريو ليبوليز اللي هي تقتل المواد الدهنية كما نقولو معناتها لي سيلول غراسوس، خاطر علاش طيح في التمبيراتور الا 8 درجات. وباش يتخوف يقول لك الا 8 درجات يضروا، لا بالعكس، فما كان الغاز كي كابتي هالبرد معناتها هذا الا 8 درجات تال سورت يموت والاعضاء اللي دايره بيه ما تتضرش بالكل. دونك باش نوريكم توا كيفاش الحصه باش تكون افيك لي ديفيرون ايتاب باش هكاك تفهموا الفرق نتاع الكريوليبوليز، خاطر فما برشا بوكو دو سونتر دو ميدسان ولا دوتر سونتر اللي يستعملوا فيها، لكن هذاك اللي يخلي الفرق هما لي ايتاب نتاع التكنيك هذيا. دونك اول ما باش ناخذوا باش نشوفوا لي غراس اللي عند المريضه قداش. Il faut que ça soit de la graisse à 100%. خاطر إذا كان عندنا ترهلات راهو الماكينة هذي ما تعطيش إفي à 100% إلا ما تكون فما دو لا غراس 100%. وإذا معها ترهلات وقتها إحنا شنو نعملو؟ نزيدوها دوتر ماشين. دونك هكا باش نقيسو لو بلي غراسو باش نعرفو شنو ندخلو في الماكينة نتاعنا باش هي تعمل لاكسيون نتاعها. دونك باش ندخلو لي دوني. فما باتش يتحط على البو، الباتش هذا باش يكون موجود على البارتي اللي باش نخدمو عليها، منو باش يحمي الباسيونت، خاطر يسوفي لاسوند باش تمس البشرة متاع الانسان راهو فما ريسك متاع نيكروز، دونك يلزمها تكون فوق الباتش هذا، و أو ميم طون تخلي النتيجة تكون فعالة أكثر. دونك كان لاحظتو باتش فيه برشا ليكيد برشا جل،
الجيل هذاك لازم نستعملوه كامل. هكاك نستغلوه كامل. وباش نحطوه على كرش المعدة باش يكون بارد شوية جست في الميز الأولانية هكاك باش تحس بشوية برد. Et on va appliquer la cendre juste فوق الباتش هذا. دونك احنا توا حطيناها لكن فما طريقه معينه لازمنا نخنو بها. فوالا دونك باش نخدمها الصاج ولازمني نحاول ندخل لو ماكسيموم. باش تبدا بالتمبيراتور امبيونت اللي هي توا افيشي 18 دغري سلسيوس باش تبدا تهبط لين توصل الى 8 درجات. دونك الصوند هذي باش تقعد انستالي ساعة ودرجي فوق كرش المعدة باش نحيها. الي تخي بيان فيكسي قاعدة تخدم على اسبيري لا غراس. بعد التمبيراتور باش تطيح الى 8 درجات. كي تطيح الى 8 درجات فما الغراس الفا لا كابتي باش تموت لي سيلول هذوما. دونك باش يموتو نهائيا اي دو فاسون ديفينيتيف. ان شاء الله في نتعديو من بعد سور بلاتو باش نفسروا بقيه لي زيتاب خاطر فما ديتا بوكو د انفورماسيون لازمنا نوصلوهم للساده المشاهدين باش هكاك يعرفوا اني هي التكنيك الباهيه من الخايب. هكاك نوروكم وان شاء الله تكون عمليه الكريولي بوليز ناجحه عند المريضه نتاعنا. دكتوره خوله جبيدي مرحبا بك نورتنا. وبيك ريما عايش. الوغ ديجا احنا هنا في الاستوديو كلنا نسالوا فرد وقت معناها يندرت نحي بالحق والا جوست معناها سي كوميرسيال والا حسه برك كما سمعنا عليها وقرينا يقول لك اسمع حسه برك راهي تنجم تعمل العجب ولا لا مش صحيح ما برشا حصص شنو اسوامها في تونس. اما قبل هذه معناتها حق المشاهد علينا والطبيب هو زاد مشاهد وانا وصلت لي ملاحظه من عند الدكتور ولو انا عندي الحق باش نقول اسمه لكن ماذا بي ما نقولش اسمه لو انا اعتقل يغمي سيرش ما تقول هو قال لي حكيتوا على اللازير الجمعه اللي فاتت وقلت لي هو معناتها تخلل تونس جديد الوغ كو نحب نستوضح في المعلومه هذيا اللازير اللي تحكيوا عليه انه هو بالضبط اللي دخل تونس الجديد انه منهم اذا كان الكسندريت راهي قديمه. شنو نقولوا احنا ديجا فصلنا ليه وللتونس الكل احنا فصلنا قلنا الكسندريت قديمه اما احنا راهي اونتيتي جديده من الكسندريت سميناها اللي هي الكسندريت موتوس. دونك باش نصوروا لكم برشا انواع اخرى نتاع لازير خاطر فماش كان الكسندريت فما ديجا سميناهم احنا فما برشا انواع فوالا سميناهم جمع اللي فاتت اما صورنا كان الكسندريت انا باش نوريهم ان شاء الله كيفاش يتعاملوا بقيه انواع للازير ان شاء الله جايينهم من هنا للصيف قلت ربي تكون عندكم الانواع الكل وبيان سور من بعد طبيبكم هو اللي باش يختار خاطر حتى كان احنا نعديو الطبيب في الاخر هو اللي يختار. اي سيتي خنجيو تويكا للكريو لي بوليس برشا كلام عليها صحيح ناجعه خوله ناجعه كي تكون فما لا بون انديكاسيون معناتها تعملت في الحاله اللي تستحقها وبالتقنيه اللي وريناها معناتها خاطر الكريوليبوليز فما بلوزيور ماشين فما دي ماشين بيرفورمانت فما دي ماشين ميديكال اللي نخدموا بهم احنا وناجعين وفما اللي اقل نجاعه باش ما نقولوش معناتها اون جينيرال ما تلقاهمش في الكادر ميديكال ما تلقاهمش عند الاطباء ولا في لي سونتر ميديكال باش ما نقعدوش نسميو معناتها اي ما نقعدوش نسميو اما لهنا المعلومه لازم توصل للمواطن التونسي اسال بالضبط شنو هي لاباري اللي باش يخدموا لك عليها يخدموا لك بها اسال عليها ديجا حتى انت كي تسال من بعد طبيبك ولا تسال انا تشوف على الانترنت ولا تو تلقى كل شيء وين ديما مرتي نقول لهم راهو باهي كي تسال وتعرف شنو هو الحاجه اللي حطيتها ولا اللي استعملتها في بدنك
ليك انت معلومه باش حتى كي تمشي تعرف روحك شنو عملت اكزاكتومون. باهي احنا تو شفنا المراحل الحقيقه نتاع كيفاش تعملوها معناها الكريو وتقريبا تقعد ساعه يلزمها ساعه ودرجين ساعه ودرجين وكي تقعد ساعه شو يصير؟ اقل نجاعه على درجين نجم تيح النجاعه نتاعها على درجين تيح باهي يقولوا انها يكفي انك تعملها مره في العام ذو بها شحم صحيح؟ لا هي ما نجمش نقولوا هكيكا هي نجمو نعملوها ثلاثة مرات لأربع مرات في العام احنا والحالة اللي قدامنا احنا والكونتيتي دو غراس اللي باش نحيوه فما اللي يستحق مرة فما اللي يستحق مرتين فما اللي يستحق ثلاثة معناتها المهم ماهيش واحدة عن السكر المهم الفترة بين الكريو الأولى والكريو الثانية قداش لازمها تكون؟ بين شهرين وثلاثة شهور مش قبل شهرين ما نجموش نعاودوا قبل شهرين والمستحسن كل ثلاثة شهور نعملوا الحس علاش خاطر هي النتيجة نتاعها تدوم مدة ثلاثة شهور كي المستحسن أنها مرة في ثلاثة شهور نقولوا نحن المكثر العبيد باش يعملوها مرة في ثلاثة شهور إذا كان يستلزم الأمر أنك تعاودها به هي معناها تنحي الدهون بصفة نهائية وألا ترجع بعد ما نعمل الكريو به احنا قلنا قبيله كي سالتني قلت لك كي تكون موجوده في الانديكاسيون تاعها الكريو لي بوليس باش تكون ناجعه لازم تكون المنطقه اللي باش نخدموها فيها كو دو لا غراس معناتها شحم اكاهو لازم يعرفوا اللي كان فيها شحم وماء ولا نوع اخر نتاع دهون اللي مش نحكي عليهم انا راهي ما تكونش ناجعه كما كي يكون شحم 100% كي يكون شحم 100% راهي ناجعه 100% ما تمشيش انت لطبيبك تقول له اعمل لي الكريو لا خاطر هاوش عندي شي لازمني يعطيك الصحه برشا عملوها سيتي با لا بون انديكاسيون معناتها ما تعملتش في الحاله اللي لازم تتعمل فيها وبالطبيعه مش باش تعطي مفعول كيما باش تتعمل في الغراس اللي حكينا عليها فهمت باهي يكفي اني نعمل الكريو ونخرج من غاديكا نرجع لحياتي طبيعيا ناكل عادي نشرب عادي نعيش عادي والا بعد الكريو فما نمط حياه اخر نمشي عليه. اكزاكتومون دونك هي الكريو في وقتها شنو باش تعمل؟ هي باش تعطي اللي نتاعها في وقتها هي باش تقتل الدهون نهائيا باش تصير اون ابوبتوس سيلولار احنا نسميوها معناتها لي سيلول باش يموتوا لكن شنو اللي باش يخلي هكا الريزولتا يظهر؟ كونه يلزم نحيهم لي سيلول باش يظهروا خاطر كي مش يموتوا راهم ينجموا يقعدوا متخزنين في البدن وما يضروش. والنتيجه ما تظهرش دونك شنو هي تظهر النتيجه يلزمني نعمل بعد باسبوع يلزمني نعمل دريناج لنفاتيك بعد باسبوع تبدا با توت سويت با توت سويت لي تعمل دريناج لنفاتيك ما يقارب التسعة حصص يلزم نشربوا الماء 30 ماء في النهار ويلزم نمشي مارش 30 دقيقه كل يوم ماشي بالزربه ونتنفسوا كل يوم علاش باش نخدموا الدوره الدمويه باش نسهلوا فك الليليميناسيون تاع الخلايا اللي قتلناهم احنا مش ثلاثه مرات في الجمعه مثلا انا قريت عليها يقول لك يكفي انك تمشي حتى مرتين في الجمعه ثلاثه مرات في الجمعه كل يوم مش كانك صعيبه لا والله مش صعيب هو راهو 30 دقيقه كل يوم حتى مش عامل كريو لي بوليز راهو نورمالمون لازمي باش نقول لك حتى انا باش نقول لك انا برشا ناس يقول لك انت توا معناها تعطيني الماء وتعطيني المشي وتقول لي مثلا حاجات معينه مثلا ما تاكلوها وبطبيعتها بلاش الكريو انا باش ننقص لا ساعات الدهون المخزنه ما تتنحاش صحيح باش تضعف بهم باش الدوره الدمويه تتحسن باش الكرش باش تتقلص شويه خاطر المسكولاتور نتاع المسرانه اللي خشينا ونتاع المعده يدخلوا بالمارش لكن الدهون ساعات تكون سوليد اللي اوبوان ما تنحاش دونك يلزم تعاون التقنيات يعطيك الصحه قداش سومها في تونس؟ بين 500 و 600 لازون لازون اي تعتبروا الكرش بكلها زون والا اول المعده زون وبعد لا الكرش كامله زون الكرش كامله زون احنا دايما فانا مناطق تتعمل في البدن في الكرش برك والا نجم نعملها في اليد في نجم نعملوها في الكرش نجم نعملوها في اليد نجم نعملوها في الساق في الركبه في الارداف يعني وين ما تحس روحك وين فما الغراس في لي بواني دامور في لي فاس معناتها وين فما اون غراس لوكاليزي نجم نعملوها هون في الدوبل مونتون في الدوبل مونتون اللي هو مشكلة برشا نساء الحقيقة معناها فما نساء يقول لك محليني انا ما مثلا مفاصلي معناتها اليدين ساقين ما عنديش فيهم شحومات اعمل كرش دازه لقدام صحيح فما شكون يقول لك انا ما عنديش كرش لكن عندي لي بواني دامو كل واحد انت لهنا الكريو تنجم تعاون على انا تعاون تقول لك سقفين اكزاكتومون ساعات يجوني مثلا سامحني يبداو زايدين في الميزان يقول لي دكتوره نحب نعمل الكريو باش نضعف لازم يعرفوا اللي الكريو راهي ما تضعفش
اما راهي تنحي الغاز لوكاليزي، وين عندك شحم زيد راهي تنحيه لك، راهي تقتل الشحم نهائيا. يعني البلاصه هذيك وفي اذا كان باش يظهر باش يكون في بلاصه اخرى، واذا هنا نحب نسال اذا كان عملت لك غيو ما تبعتش كلمه الطبيب في الباقي ما نراش النتيجه ولا راها تراها تنجم مخر وتنجم ما تراش النتيجه بالكل. هي بطبيعتها تراها مخر في بالي النتيجه نتاعها. تراها على 3 شهور. اللي ما يعملش هذا ولا ما يكونش مواظب ينجم يراها حتى بعد 6 شهور ولا ما يراهاش. هذاك علاش برشا يقول لك دكتوره راني عملت وراي ما كانتش ناجعه معايا، كي تجي تثبت تلقاها ما تبعش هذوما. سامحني ما كملناش كبيره، لازم نعملوا اوتوماساج، معناتها البلاصه اللي عملنا فيها الكريو لازمنا اون لاماس وحدنا كل يوم. حكيت 2 دقائق 3 دقائق باش نعاونوا هاك الخلايا الميته باش تمشي. فوالا معناها ما يكفيش انك تعمل الكريو وحدها، الكريو تقتل الشحم نهائيا وما عادش يعاود يرجع لك في منطقه الكرش مثلا ولا في اي منطقه كانت مقلقتك. اذا كان معناتها تعاملت لا سيونس انت هي الشحم في البلاصه دي. اما يلزم تكون معاه كما قواعد معينه يلزمك تتبعها ويلزمك تمشي عليها. والاهم انه ما تمشيش انت لطبيبك تقول له اعمل لي الكريو، خاطر ينجم يكون هذاك مش شحم، مش لابون انديكاسيون، ينجم يكون ماء وشحم، ينجم يكون دونك لهنا في الحالات هذيك مثلا نجموا نعملوا الكريو ونكملوا من بعد بالميزوثيرابي ولا دريناج والا بالراديو فريكونس باش نخدموا. معناها تنجموا وقتها في الحاله هذيك تعملوا الكريو مع تقنيات أخرى. يعطيك الصحه. دونك يقعد ديما طبيب هو الكل، تشخيص الطبيب هو الكل، خاطر هو الوحيد اللي نجم يحكم على الزياده نتاعك هي شنية بالضبط، هو الوحيد اللي نجم يحللها ويعرفها. احنا بصفه عامه تقول عندي الكرش، اما الكرش فيها انواع، نجم تكون ما عندكش غاس بالكل، اما جوست المسرانه خشينه هي اللي تلمو تحلت وكبرت وعملت لك ان بومو، فهمت كيفاها؟ على البالون مو وعلى برشا مشاكل اخرى نبته سبحان الخلاق تنجم تفضلنا المشكله نتاع برشا امراض. نبته حلوه برشا مزيانه برشا اسمها سبحان الخلاق، موجوده في الصيدليات ماكش باش تكون معناها مش موجوده عند في البلايص الكل، لكن يعطيوها برشا طب في لي زوردونونس نتاعهم وموجوده في الصيدليات في مختلف الاشكال الصيدلانيه. اجا مع بعضنا نكتشفوا النبته هذيا سبحان الخلاق شنو هي بالضبط مع سيمون جي الشريف. اليوم في حلقة الصحة والناس اخترنا لكم نبتة اللي هي نجم نقولوا تونسية 100% وبالتالي معناتها موجودة في شمال تونس. النبتة هذه هي سبحان الخلاق، نوريوها للسادة المشاهدين. النبتة هذه الأوراق تاعها يبدو ديما خضر على طول العام وفي نفس الوقت تبدأ الويزونت تبدأ تلمع الورقة شوية. النبتة هذه عديد وعديد المستخلصات والأدوية اللي تتباع في الصيدلة واللي معناتها في الطب الحديث مشتقة من النبتة هذه. النبتة هذه احنا في الطب نستعمله كان الجذور بتاعها، الجذور بتاعها بالطبيعة نلقاهم معناتها في الأسفل لأنه أجزاء النبتة نحيوهم على حسب الفصول. بالنسبة للعروق هذوما اللي هما يكونوا أكبر من هكاية بكثير نجمعوهم في فصل الخريف وفي فصل الشتاء، ثم نقوم بقصهم لأنهم هما كورياس شوية صحاح شوية نجموا نجففوهم للشمس أو في الفرن. النبتة هذه عن المسحوق تاع العروق تاع الجذور وراه حتى السادة المشاهدين ينجموا راهم يحضروها. بالطبيعة لابد يكون معها الجذور نظيفة ثم يقع تجفيفها بصفة جيدة ثم يكون تحنها لنتحصلوا على المسحوق. المكونات تاعها الأساسية هي روسكوجينين والمادة هذه هي اللي معناتها عليها أساسا المفعول الدوائي. أولا هي مقوية لجدران الأوعية، الأوعية الدموية الجدران تاعها هي تشحطهم وتقويهم وتمتنهم، إذا هي تونيفيون دو لا باروا فاسكولير، نجيو للباروا فاسكولير وتقع على التونيفيكاسيون. كذلك هي من أحسن الأدوية في القصور الوريدي اللمفوي، هي تعالج الأوديميا. الأوديميا هي لودام دي مومبر انفيريور، لكن انتفاخ تاع الساقين ولكن انتفاخ ما يكونش السبب تاعه معناتها الامراض اخرى عضويه. وبالطبع هذوما معناتها الانسوفيزونس فينوز هذه القصور الوريدي يظهر خاصه في الصيف وخاصه عند الناس اللي عندهم وزن زايد شويه، وبالطبع وخاصة الناس اللي عندهم الخدمة تاعهم فيها كثير وقوف وخاصة ربة البيت اللي تبدأ معها في المطبخ ولا تبدأ مع أطفالها وكل وقوف ياسر تولي عندها وجيع في الساقين. أما الناس اللي يكون قاعد
ويقوم بصفة فجائية، ولا يكون مستلقي على فرش ويقوم بصفة فجائية، تقالوا معتها هبوط في ضغط الدم، نعبروا عليه معتها إيبوتونسيون أورتوستاتيك. الناس هذوما نجموا نعالجوهم بالنبتة هذه بالجذور بتاعها. كذلك فما ناس اللي تقع لهم انسداد وريدي في الليبيت وتقع معتها التسريح والعلاج المركز، ثم بعد تالي يقعد تحت الرقابة. في بعد تحت الرقابة نجموا معتها أكل, أكل, أكل العواقب اللي صارت بعد الانسداد والتسريح والعلاج، نجموا معتها نحميه باش معتها يكون معتها الكونفاليسانس، معتها العلاج يكون من أحسن ما يكون. كذلك لأن هي تقاوم تفاعل الالتهابات، تفاعل الالتهابات هم ما نعبروا عليه بالرياكسيون انفلاماتوار. رياكسيون انفلاماتوار اللي هي أكل الانتفاخ، الحرارة، الأوجاع والإحمرار. هذوما الأربعة الأشياء هذوما نلقاهم ديما في رياكسيون انفلاماتوار في التفاعل الالتهاب. كذلك النبتة هذه نجم تعالج لنا وبنجاح أكل كريز إيمورويدير نعبروا عليه معناتها نوبة البواسير. فما الناس اللي تجيهم كريز إيمورويدير على سويت تاعك الإمساك طويل المدى، وإلا لأسباب معناتها فينوتونيك، معناتها كالعادة هي قصور فهمني في رجوع الدم. بالتالي معناتها فك النوبة اللي تجي هذيك نجموا نعالجوها بالنبتة هذية، وراهي تعطي نتائج كبيرة ياسر. وغالبا الأدوية اللي موجودين كلهم مشتقين معناتها كان من الجذور تاع النبتة. كذلك هي نجموا نعالجوا بها أعراض تضخم المثانة عند الرجال بعد 50 سنة، تقع التضخم تاع المثانة واللي ينجر عليها برشا علامات، منها هي اضطراب التبول، منها الأوجاع وكل ما تبعها. وبالتالي نجموا بالنبتة هذه بمعية نباتات أخرى نجموا نداويوا العوارض واضطراب التبول عند الرجال، واللي سبب فيه هو الانتفاخ تاع المثانة. بالطبع معناتها كذلك نجموا نعالجوا به اضطراب الحيض عند المرأة، وخاصة المرأة عند في سن اليأس اللي تقع لها معناتها غالبا معناتها قصور في الحركة الدموية، وبالتالي غالبا تلقاهم عندهم معناتها إما الفاريس ولا عندهم العروق ثم تتطور تولي فاريس. كذلك معناتها هي النبتة هذه نجموا نستعملوها وبنجاح عند الناس المرضى بالسكر، لأنه مرضى السكري كيما معناتها نعرفوا تاع كرات السكري تجي على مستوى الأعصاب لك النفريت الديابيتيك، تجي زاد على الشعيرات الكابيلير واللي هما يجيو في الأعضاء النبيلة كيما العين في الشبكية بتاع العين، كيما يجيو في القلب، كيما يجيو في الكلى. إذا الشعيرات هذوكم احنا نجمو نعالجوهم، معناتها لأنه يقع نوعا ما من الانسداد ولا انتفاخ، وبالتالي معناتها تقع تعكرات على مستوى المرض. إذا تو احنا باش نجيو معناتها في مخص النباتات اللي باش نضيفوهم معاها واللي هما باش يعطيو نتيجة معناتها فعالة، هو نستعملوا الجذور بتاع سبحان الخلاق هذه الفراغون ولا البوتي هو، نزيدوا معاه أوراق العنب الحمراء، الكروم الحمراء، الفيني روج، الورق بتاعها زاد فينوتونيك من أحسن النباتات، ونضيفوا معاها الماروندانت اللي هو القسطل الماروندانت كيف، إذا عندنا ثلاثة نباتات اللي هو الفراغون بوتي هو سبحان الخلاق، القسطل اللي هو الماروندانت، وعندنا الفيني روج اللي هي الكروم الحمراء. هذوما كي نجمعوهم في نفس الكبسولة اللي هنا واللي هم موجودين هنا يعطيونا نتيجة كبيرة ياسر، خاصة في الانسوفيزونس فينوز. بالتالي هما معناتها يصلحوا الحركة الدموية من الأسفل إلى الأعلى، ثم يزيدوا يمتنوا جدران الأوعية الدموية. بالنسبة لطريقة الاستعمال تاع النبتة هذه باش نقول لكم معناتها أولا عندنا المطحي هذا الديكوكسيون، عندنا العروق تاعها كيما قلنا احنا نجففوها في الفرن ثم نقصوها تروف، ثم نقوموا معناتها بالرحي تاعها اللي نتحصلوا على بودرة وغبرة ونصنعوا منها الكبسولات. لكن نجموا حتى العروق هما بجد نفسهم نقصوهم دي ترانش، ونجموا نغليوهم نطيبوهم كيما نطيبوا تي، سميوها الديكوكسيون المطحي، وناخذوا كاس كل يوم في الصباح والا في المساء، ماهيش مشكله بعد الاكل، وبالطبع للاسباب هذه اللي قلنا القصور الوريدي. كذلك عندنا المسحوق اللي هو ناخذه هذا، نجم ناخذه حتى الجرامين في اليوم، جرامين ما يعادل 4 حرابش في اليوم. ثم عندنا المستخلص المائي، المستخلص المائي هذا هو العصاره بتاع النبته هذه، ويقع معناتها معالجتها صناعيا. ناخذ مغرفه بتاع قهوه في الصباح ومغرفه بتاع قهوه العشيه ونحطها في كاس ماء ونشربوهم.
وبالتالي معناتها نكونوا النبته هذه قدمناها تقديم معناتها باهي ونعرف اللي فيها افاده للساده المشاهدين، لانه اكثر الناس يشكيوا من ثقل الارجل ولا من الانتفاخ ولا من اوجاع بتاع العروق ولا من الفاريس، وهذا معناتها ولت باثولوجي كورونت نراوها نظرا لك سيدونتاريتي، معناتها الناس ما عادش تعمل الحركات الرياضيه، ما عادش تنقص من الميزان بتاعها، ما عادش معناتها كانت معناتها من السياره للمكتب من المكتب للمنزل، وبالتالي النبته هذه تكون مفيده جدا. نبتة سبحان الخلاق كما شفتوا معناتها ساعات فما نباتات حتى كي يعرضونا مثلا هكا شو عند غنايت ولا حاجه من نفهمهم شيسر ولا نقول لك هذيك عند طبيب يعطيها لي طبيب اكثر ولا سينو هما راهو موجودين خاطر عندنا في لي فارماسي. اذا كنت ترى روحك انك عندك حاله من الحالات اللي كان يحكي عليهم سيمون جي شريف نجمو تاخذوها حتى كنبته حتى كتيزان كما كان هو يقدم. في العاده العلاج الطبيعي معناتها الكينيزي في العاده ما نحكيوش عليها في الديبرسيون، شنو نقولوا احنا؟ نقولوا نمشيو للكيني كي عندي لاغتروس، نمشي للكيني كي عندي عرق لاسي، نمشي للكيني كي عندي مثلا لي جامب لوغد منفوخين، نمشي للكيني مثلا اذا كان عندي مشكله في الكولون فيرتيبرال في المفاصل في الكذا. وقت اللي حتى في الديبرسيون الكيني ينجم يعاونك برشا، دونك لهنا اللي عنده كيني في عائلته ما يرحموش. مرحبا بك رانيا الورتيني مختصه في العلاج الطبيعي. مرحبا بك. باش نحكيو جوستومون على الكيني كيفاش يعاون المريض. يجيوك مرضى في تونس يمنوا بها انه الكيني تعاون في حاله الديبرسيون، فما اقبال؟ والله فما اقبال، اما جينيرالمون جماعه اللي عندهم ديبرسيون دونك لا دولور ايل سو كونسونتر او نيفو سواء في الرقبه والا في الظهر. هما صحيح ما يستعرفوش اللي هما اون ديبرسيون، ما ينجموش يقولوا لك ديريكتومون راهو نستعملوا في تريتمون ولا او فور ا ميزور دي سيونس انت تفيق بهم راه بشويه بشويه، سورتو او نيفو دي دولور كيقول لك راهي الوجيعة نتاع الرقبه قلقتني برشا، كيف كيف في الظهر نحس في بدني الكل يسطر عندي وجيعة. فوالا وقت اللي يجيك المريض وانت عرفته معناتها ملي جايك قال لك راني انا في حاله اكتئاب، انا راني اون ديبرسيون وجيتك باش تعاوني، شنو هما المراحل اللي تتبع بهم مريضك؟ بون اول تكنيك اللي نجموا نعاونوا بها اللي هي لا ريلاكساسيون كي تري تري امبورطون. لا ريلاكساسيون اللي هي مرحله مهمه جدا اللي باش نعاونوا بها المريض. دونك كيفاش تتم الريلاكساسيون؟ دونك نورمال جينيرالمون كي باش تعمل انت ريلاكساسيون يلزم لومبيونس، يلزم الدنيا تبدا رايضه، يلزم على الاقل موزيك دوس افيك دي بوجي، انت والمريض راهو انت ونفسيه المريض، دونك هذوكم الكل يعاونوه خاطر الريلاكساسيون جينيرالمون لويش هو باش يعمل ريلاكساسيون؟ باش يحس براحه نفسيه كبيره. الريلاكساسيون تعاون بور اوغمونتي لا سيركولاسيون سانغين في البدن، باش يحس هو كي يعمل ريلاكساسيون باش يقول لك حسيت براحه نفسيه كبيره، حسيت خفيت، ارتحت نحس مفاصلي كلهم هكا. يقول لك ودايوغ حكيت الريلاكساسيون برشا ناس راهو ولاو يعملوها في الدار، يقول لك انا اليوم مثلا اخترت في عود نسهر على التلفزه باش نسهر على موزيكا انا نحب نسمعها، جات فترة معينة جوستومون جات فترة معينة ما عادش نسمعوا الترابيات والكذا ولينا مع الحياة السريعة وكل تويكا لا ميوزيكوثيرابي معناها العلاج بالموسيقى نستعملوا فيه بطريقة غير مباشرة، يعني نحطوا يقول لك نحط موسيقى اللي أنا نسرح معاها، نحط غنية اللي أنا نسرح معاها ترجعني للفترة مزيانة، نحط معاها مثلا في بيتي شمع ريحة بنينة نحس روحي نرتاح أكثر. هذا راهو حتى من غير الكيني نجم يعملوا في داره، معناها نجم في دارك تخلق روحك جو نتاع أنك تكون مرتاح، شمع ريحة بنينة معناتها إذا كان ممكن من بعد فما مثلا دي بوان معينين أنتم توصيوا بهم في الدار انك يمسدوهم ولا ينزلوا عليهم والا يتعداوا عليهم، معناتها علاش لا؟ هذا تحكي انت تو على المساج ريلاكسون ولا على الريلاكساسيون بصفه عامه؟ حاجه اخرى المساج ريلاكسون راهو جوست كي يكمل المريض المساج ريلاكسون شي يقول لك؟ يقول لك نحس بلان دينيرجي طاقه وحيويه، هذايا سي ا كور تيرم جوست كي يكمل المساج. من بعد او فيغ ا ميزور دي سيونس كي باش نقدموا شي يقول لك؟ يقول لك وليت نرقد في الليل، ما عادش عندي كلي كريز دونغواس، ما عادش متقلق، وليت نجم نرقد عادي. هذوكم الحاجات اللي نجموا يعاونوا. وليت ناكل كنت ما كنتش ناكل، خاطر جينيرالمون العباد اللي اون ديبرسيون يا يقطعوا الماكله يا وليوا ياكلوا برشا. العباد اللي تقطع الماكله يقول لك وليت رجعت ناكل عادي، وليت نعمل في اكتيفيتي سبورتيف، خاطر الاكتيفيتي سبورتيف اللي تري تري امبورتون. فما عباد كي تعمل ديبرسيون ماذا بيها تفرغك الطاقه السلبيه الكل في سبور،
فما شكون يحب الرقص، فما شكون يحب السبيسين، فما شكون يحب المارش، كل واحد وشنو طريقته. اي دايوغ يقول لك كي يبدا ساعات يبدا عبد في حاله الاكتئاب في الديبرسيون، يقول لك ما كي نخرج باش نمشي على ساقيه ما نفيقش بروحي قداش نزرب، تلمو عنده طاقه لداخل يلزمها باش تخرج. برشا ناس تقول لك ما نفيقش بروحي نمشي بريتم اقوى من الريتم نتاعي وانا عادي لاباس عليا. هذيك طاقه سلبيه يلزمها تخرج بشويه بشويه، وكل واحد كيفاش يعبر عليها. فوالا واحنا نحضروا في الاوف حكينا على التنفس، عمليه التنفس لا ريسبيراسيون، وقلت مهمه برشا انه المريض في حاله الاكتئاب يتعلم يتنفس. صحيح. بالنسبه للمريض اللي يبدا اون كريز دو ديبرسيون كيفاش نعاونوه يتنفس؟ خاطر نحنا نوعيوه، يلزمنا نوعيوه كيفاش طريقه التنفس السليمه. اول حاجه اللي هو يلزم يجبد الهواء بخشمه ويخرج الهواء بفمه. دونك كيفاش يعمل؟ يجبد الهواء بخشمه وينفخ كرشه. فوالا. من بعد يخرج الهواء بفمه، يفيد لو فونتر ويفرغ كرشه. التمرين هذايا ينجم يعملوا برشا مرات ويعاونوا بالكدا بالكدا. دونك يجبد الهواء بخشمه وينفخ كرشو وينفخ كرشو سيغتو سي تري امبورتون. من بعد يخرج الهواء بفمه ويلفيت. هي ديجا هذيك تخرج الطاقة. ديجا تحس روحك شوية ستريسي بالحق، معناتها ديجا أنا عملتها معاك مرتين، ديجا تحس فما هكا شوية ستريس خرج معاك على الأقل يقوم الصباح ماذا بيه قبل ما يرقد يعملها. دونك يعاون بالكدا بالكدا. جوستومون باش نسألك على قداش مرة يعملها، يندرى يعملها كان في حالة كريز اكهو، والا في حاله بانيك اكهو، والا يعملها كل يوم كتمرين يومي، ويندرك يجبد نفس يحسب، يقول لك مثلا جبدت نفس بخشمي نحسب 1 2 3 4 5 نحسب 10 ونسيب، والا انت وطاقه التحمل نتاع المريض راه فما عباد لا ريسبيراسيون ما ينجموش يطولوا فيها. دونك بشويه بشويه ينجم يعمل التمرين هذا كي يقوم الصباح وينجم يعملوا في الليل ثلاثة مرات في النهار سي سوفيزون. كيف كيف ينجم يعمل كي يحس روحه سورتو لي كريز دونكواز، كي يبدا متقلق برشا، كي يبدا متقلق برشا ينجم يركز على الريسبيراسيون اللي هي تنجم تعاونه وتخرج الطاقه السلبيه هذيك. سامحني باش نرجع بيك كنقطه اخيره للمساج غلاكسون. لهنا المساج غلاكسون رانيا تعملوه كان انتوما، والا مثلا بزيوت معينه تنجم يعدي جوست هكا على ان هما البلايص اللي مؤثره، وقال لهنا يلزم كان كيني اكاها عشان تيقول لنا. بالطبيعه هو الكيني هو اللي يعرف لي زون لي بوان اللي نجم ينزل عليهم سورتو اللي تحت الرقبه. جينيرالمون المريض اللي عنده ديبرسيون تلقى عنده كل عقد دي نو، هذوكم بشويه بشويه الكيني يحاول ينزل عليهم ويحلهم بشويه بشويه. كيف كيف في الظهر، خاطر العباد اللي عندها تعمل ديبرسيون عندها وجيعه في الظهر كبيره. هي شنو الوجيعه؟ هي تمشي في الرقبه هي تمشي في الظهر. هلا ميرسي بوكو، شكرا لك رانيا الورتيني اخصائيه في العلاج الطبيعي. لهنا انا جوست حبيت نواصل الميساج اللي راهو ما فماش كان الدواء، فما برشا حاجات تعاون، والكيني اللي احنا عندنا عليه فكره انه كان في امراض المفاصل والا ان شاء الله تنجيوها حتى في لي برونكيوليت وكذا، راهو حتى الكيني حتى في الدبرسيون ينجم الكيني يعاون. وقداش تمنيت انه اليوغا تكون حاضره معنا اليوم، لا يوغا اليوغا ثيرابي معناها اللي نعالجوا بها الغالب تحت في الماء في اخر دقيقه. ان شاء الله تكون فقره مصوره ونرجعوا لها، خاطر مش كان في الدبرسيون ساعات حتى في ستريس قوي تعمل تمارين معينه في اليوغا تتفرهد جوستومون. ان شاء الله باذن الله نوعدكم انها تكون حاضره معنا. سينون تويكا نحب كتغطيه لحدث معناها مهم في تونس، هو اول مؤتمر لطب التجميل، حابين نكونوا حاضرين ونشوفوا شنو راي الطب فيه، يندرى نجح ما نجحش، فما اقبال ما فماش اقبال، ناخذوا فكره عليه في الريبورتاج هذا مع نازك العملاق في العمل الصحفي واسكندر البيبي في المونتاج. ميرسي بوكو للاكيب نتاع الصحه والناس. الجمعية التونسية في طب التجميل مؤتمرها الأول بأحد نزل جمرت بمشاركة عدد هام من الأطباء التونسيين والأجانب لتبادل الخبرات في هذا المجال.
المؤتمر هذايا فيه طب التجميل، فيه الطب يعني لي ديرماتولوجيست لي سبيسياليست اون ديرماتو، فيه لي جينيكولوج بيان انتوندو، وكل ما هو ناتورالمون خصيصيه يعني من ناحيه التجميل. المؤتمر هذا خلانا احنا نتلموا بين زملائنا الجراحيين، أخصاء في الجراحة، أخصاء في أمراض الجلدة، وأنا نقول الاختصاص تاعنا هو متكامل مع جميع الاختصاصات. ماناش نجيو ناخذوا بجنا اختصاص لينا، وإحنا متكاملين. وأشار المؤتمرون إلى بروز عديد الدخلاء في مجال طب التجميل، مؤكدين على ضرورة تنظيم القطاع والإحاطة بالأطباء المختصين. فما برشا ناس واللي بتعمل في التجميل ما غير ما يكونوا عندهم يعني حتى صفة ولا حتى تكوين اختصاصية، يعني ثم تهميش قطاع التجميل، وبرشا حاجات تتعمل من عند الطب مالوغوزمون ما همش متكونين، ما همش سوبا فورمي، وحنا حاولنا افيكتيفمون باش نجمعوهم ونشوفوا معاهم الطرقات اللازمة باش يكونوا يعني انكادري. مثل المؤتمر فرصة هامة لمزيد الاطلاع والتعرف على المستجدات في مجال طب التجميل من ناحية الكفاءات والآلات والمواد التجميلية المستعملة في الغرض. تعرف اللي المجال نتاعنا مجال متطور، معناها يلزم ديما فيه جديد، وديما فيه تقنيات جديدة، فيه ديزاباري جدد، فيه مواد جديدة، فيه طريقة حتى النظرة ولا التجميلية قاعدة تتبدل من نهار لنهار، ولهذا يلزم الطبيب التونسي يواكب هالمجالات هذه ويعطيهم صحة المهتمين بهالمجال هذا، وخاصة اللي مهتمين بالجمعية هذه التونسية الأطباء التجميل اللي وصلوا أنهم عملوا هالمؤتمر هذا. ختاما باش نكمل مع المستمعين والمشاهدين نتاعنا في الوطنيه الثانيه وفي الصحه والناس بالتحديد، اسئلتكم قاعده توصلنا على الباج نتاعنا على الفيسبوك الصحه والناس الوطنيه الثانيه، اقتراحاتكم زادوا كما قلت في كل حصه رانا جايينها يعني بالموضوع كيما ديبرسيون طلبوه برشا، طلبوه بكثره، ان شاء الله تلقاهم لي فيديو نتاعنا موجودين. سينو اذا كان فما تليفون حاضر ناخذوه. كوثر من تونس، مرحبا يا كوثر. عسلامة، مرحبا، نورتنا. سؤالك بوجودكم. مدام أنا حبيت نشكركم على البرنامج، وحاجة ثانية الديكور نتاعكم يريح نفسيا اللي عنده ستريس. هكا ولي تقول أنت الألوان. الألوان سيرتو الألوان، فوالا قالك الألوان هذيك سيت اون ثيرابي، قالك هكا ولي نوع من أنواع الطب الألوان، الضوء الألوان. ميرسي، ربي يفضلك. ربي يفضلك، ميرسي. عايشك مدام. السؤال نتاعي انا يتمثل حول عندي بيبي عنده برونكوليت، سنا مرض لبي دو فوا، حبيت نسال في طب الاعشاب فمي فيها كدواء برونكوليت. مارتين، قد عمره البيبي؟ عام ونص. عندك سؤال دكتوره؟ سي بون، دونك اسمع الاجابه. نجمو نستعملوا سائل، نبعدوا على الزيوت الروحيه، تستعمل سائل نتاع الغافين ساغا، سائل نتاع لافونت الخزيمه، وسائل نتاع الكالاتوس غادياتا، الكاليبتوس غادياتا، هذوما تستعملهم قد ثلاثه. نعاودوا لها مثالش. الكاليبتوس غادياتا اللي هو الكالاتوس من الصيدليه، الغافين ساغا من الصيدليه، واللافوند اللي هي الخزيمه، هذوما ثلاثه في شكل سائل. وتعطيه وزن نتاعو عام ونص، هي قالت عام ونص، معناتها نعطيوها 10 قطرات الصباح و10 قطرات في الليل، تخلطهم في شويه ماء وتشربهم. نستقبلوا نسرين. مرحبا بك نسرين. عسلامة، مرحبا. مرحبا يا نسرين. يعيشك يخليك. عزيزتي سؤالك. والله انا عندي ولدي عمره 3 سنين. عنده دود يعني في المخرج نتاعو ومقلقوا على الاخر. مش قلت الدود ما قداش عمره؟ ياسر، قد عمره؟ 3 سنين؟ باش نجاوبوها، اول حاجه الريجيم، لازمنا نحيو السكريات، باش نعملوا ريجيم معناها.
حاجه مهمه على الاخر. الدود يلزمك تقطع عليه سكريات، لكن ثلاث سنين ماكش تنجم تنحي له كومبليتمون، دونك قدر المستطاع باش تنقص السكريات. ويلزمها تعمل له مثلا نهار كيس حليب، يلزمها كوا معناتها فيه برشا طرق، وفما برشا دويات كيما الزعتر ينجم ياخذ، ولا الشيح يعمل تيزانه به، تحط شويه بالكل كيما نقولوا ربع شويه مغرفة. بالكل بوغ ان بيبي جوستومون جو بونس 3 ans تعمل له تيزان تيزانه ربع مغرفه، ربع مغرفه في كيس ماء جوست يغلي شويه وتشربوا. كيفاش باش نعملوا احنا خاطر الدود يتكاثر هو، فهمت؟ معناتها تعمل الجمعه الاولى كل يوم ومن بعد الجمعه الثانيه مثلا تعمل نهارين الاولى كل، تقعد حكيت شهر تعملوا ثلاث ايام في الجمعه. فما طريقه اخرى اللي هي تاخذ سنه ثوم كاني تسمع فيها وتعملها بالكوردون، تنقبها وتحطها في كاس حليب، تبيتها ليله كامله سي روسيت دو غرانمير، تبيتها في الفريجيدير ومن غدوه جوست دافيلو شويه الحليب وتشربه له. وناجع الثوم يقتل ناجع مع الريجيم، معناتها تنقص له اكل تناوش الحلوه والحلوى والشوكولا والحكايات هذوك. هما دايوغ في اي مرض كان، حتى ساعات انت تقول لولدي عنده البرونكيوليت ويقول لك نحي السكر، انت تقول له عنده بزايد لي برونشيت وكذا ويقول لك نحي السكر. دونك جينيرالمون قد ما تنقص السكر قد ما تنقص سورتو احنا نقولوا مثلا صغير ما نجمش تنجم تحرمه كومبليتمون، لكن قد ما تنقص له ماكسيموم به. واضح. شكرا لك دكتوره ايمان بن شوسية، شكرا لك، نورتنا اليوم. ليكيب الكل زاده نتاع الصحه والناس مشكورين برشا، انتم اللي تفرجتوا فينا شفتونا وتابعتونا من 9 متاع الليل على الوطنيه الثانيه. نقول لكم ان شاء الله سهريه مزيانه واحلام تكون هكا مرتاحه ونوم يكون عميق وهادئ، وان شاء الله ديما كي راكم نراكم في صحه وفي عافيه، ونتقابل معاكم الخميس الجاي في الصحه والناس في بث مباشر. اما الاعاده ان شاء الله تلقاها غدوه من 3 متاع العشيه على الوطنيه الثانيه، ونهار 30 ماضي ساعه زاده على الوطنيه الثانيه. صحه دايمه لكم ان شاء الله، تصبحوا على خير.